بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا 13 في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط 13 وهو الشوط الخاص بالثنايا البكار المحليات الأصايل بالشعارات يا أصحاب السمو الشيوخ. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية والمقدمة، وأرى هني اللي قادت المجموعة منذ البداية وانطلقت بناموس هذا الشوط، اللي الذابة بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي الحميري من يقدم الذابة اللي قادت المجموعة وانطلقت بناموس هذا الشوط منذ البداية بهذا الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى تليها مع المركز الثاني. مع المركز الثاني أرى التقدم والتسلل والانطلاق في هذه اللحظات مع بشاير بالشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، عملية التضمير والتدريب عند خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. ومع المركز الثالث تاتي الشاهينية بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي متابعا منطلقا في هذا التحدي الجميل والرائع. ومع المركز الرابع رابع الانطلاقات تاتي الشاهينية التابعة لهجن ند الشبه سالم بسعيد من يقودها في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات التقدم مع ريام لسمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم، سلطان بن سيف المقبالي من يقدم ريام بهذا الانطلاق على مستوى المركز الخامس. ومع المركز السادس، المركز السادس تاتي ايضا في هذه اللحظات والتقدم التقدم من الظفرة التابعة لهجن البشاير حميد بن محمد بن رامس الجحافي يقدم هذا الانطلاق المتميز لتحديات الظفرة على مستوى المركز السادس. ومع المركز السابع القدوم للشعاع لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، مطر بن محمد بن أحمد بن رفيع من يتابع انطلاقة شعاع على مستوى المركز السابع. ثامن الانطلاقات من الجانب الآخر أرى الشاهينية التابعة لهجن العاصفة وتقدم غياث الهلالي من يتابع تحديات الشاهينية على مستوى المركز الثامن. تاسعا التقدم في هذه اللحظات، وأرهني أيضا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ياتي على مستوى المركز التاسع فهد بن حصين النعيمي متابعا لهذا الانطلاق. ومع المركز العاشر القدوم للشاهينية التابعة لهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الأول للعشر المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق وفي هذه المسيرة مع تحديات هذا السن سن الثنايا. لنا عودة مع الصدارة ومع الصراع على مقدمة هذا الشوط مع الكوكبة الثلاثية، مع الكوكبة الثلاثية واليذابة من تسيطر، اليذابة من تقود هذه الجموع بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع الجميل وبهذا الشعار، شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي الحميري مقدما منطلقا بتحديات اليذابة. ولكن اللي وصلت في هذه اللحظات مع المركز الثاني وضغطها المستمر على المقدمة بشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وانطلاقة خليفة بن سلطان بن رشيد من يقدم بشاير اللي بدأت تتسلل بدورها مع المركز الثاني. ومع المركز الثالث من الجانب الآخر الشاهينية التابعة لهجن العاصفة وتقدم غياث الهلالي مع هذا المثلث الذهبي، مع هذه الأسامي، مع هذه الشعارات أيضا اللي سطحت
قطرت الانجازات بحرف من ذهب في هذا العالم الساحر. الثلاث المراكز الاولى اللي ابتعدوا ابتعد كلي عن بقيه المشاركين، ومع المركز الرابع والاسامي القادمه في هذه اللحظات مع الشاهينيه التابعه لهجن ند الشبه سالم بن سعيد في عمليه التضمير والتدريب، ومع المركز الخامس التسلل ايضا مع الشاهينيه التابعه لهجن العاصفه وغياث الهلالي، متابعا منطلقا بتعديات الشاهينيه مع المركز الخامس المركز السادس القدوم والتحديات مع شعال سمو الشيخ منصور بن محمد بن رايد المكتوم مطر بن محمد بن رفيع في عملية التضمير والانطلاق والتحدي والإثارة الحاضرة في هذا الصباح الجميل. ومع المركز السابع وصلت الشاهينية مع المركز السابع التابع لهجن العاصفة، وتقدم غياث الهلالي. الظفرة تتقدم أيضا على مستوى المركز الثامن بشعار هجن البشاير القادم من السلطنة حمد بن محمد بن رامس، اللي يحافي من يتابع انطلاق الظفرة على مستوى المركز الثامن. ومع المركز التاسع تاسع الانطلاقات القدوم في هذه اللحظات بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي من يتقدم على مستوى المركز التاسع. عاشر التحديات نتابع شواهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم حمد بن علي العويسي مضمر الخمس نجوم، ينطلق بهذا التحدي وبهذا الانطلاق الجميل والرائع. هذه النتيجة أكملنا النداء الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة، ولنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع المقدمة، والتغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط رهني بشاير قادت المجموعة بهذا الانطلاق وبهذا الشعار، شعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، ومتابعة بمانع خليفة بن سلطان بن رشيد من يتابع تحدياته بشاير اللي بدت بسحب الشوط بالانطلاق المبكر، بدت تباعد المسافة. بشاير تبشر بالخير بهذا الانطلاق مع هذا الشعار، شعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. وأرى التقدم مع الشاهينية مع المركز الثاني بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي، متابعا لتقدم الشاهينية على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث تاتي الجذابة مع المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ومتابعة عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. ومع المركز الرابع القدوم مع الشاهينية اللي بدأت تغلص المسافة ما بينها وما بين المراكز المتقدمة، الشاهينية التابعة لهجن العاصفة وغياث الهلالي، متابعا لتقدم الشاهينية مع المركز الرابع. خامس الانطلاقات الشاهينية بشعار هجن ند الشبه سالم بن سعيد من يقودها بهذا الانطلاق، الكوكبة الخماسية اللي تتقدم في هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع الجميل. ولكن بشاير تبشر بالخير مع هذا الانطلاق، مع هذا الانفراد الواضح على مقدمة هذا الشوط، ومع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج. بشاير على الصدارة، بشاير على المقدمة، بشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، ومتابعة خليفة بن سلطان بن رشيد من يتابع تحديات بشاير. ولكن الهجوم القادم بتحديات شعار هجن العاصفة من بدأ أيضا يتقدم مع انطلاقة الشاهينية، والشاهينية على مستوى المركز الثاني والثالث، ومتابعة غياث الهلالي الجذابة مع المركز الرابع بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وانطلاقة عتيج بن سالم بالعرض الحميري من يتابع
الرابع الجذاب مع المركز الرابع مغادرتنا للوحة الكير والمتر الأخير والخطير مشاير على الصدارة الشاهينية قادمة 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 بكل قوة مع التحدي مع الانطلاق بشاير والشاهينية الشاهينية وبشاير الصمود للبشاير والتحديات مع الشاهينية اللي قادمة بكل قوة ولكن بشاير صامدة 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 على مقدمة هذا الشوط هي الأقرب هي الأقرب لناموس هذا الشوط مع هذا الانطلاق مع الاندفاع الجميل في اللحظات الأخيرة بشاير 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 بشرت بالخير مع الانطلاق المتميز تهانينا من هذه اللحظات لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم على فوز بشاير بالمركز الأول وتهانينا لخليفة بن سلطان بن رشيد عاشق السلالة الشاهينية يتقدم بخطى ثابتة بخطى الكبار يتقدم في اللحظات الأخيرة تهانينا من الأعماق لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم على فوز بشاير بالمركز الأول ولحظات الوصول لحظات الاقتراب من خط النهاية تهانينا لخليفة بن سلطان بن رشيد المركز الثاني الشاهينية بشعار هجن العاصفة المركز الثالث الشاهينية بشعار هجن العاصفة المركز الرابع الشاهينية بشعار هجن العاصفة ومع المركز الخامس تاتي أيضا تحديات شعال اسمه الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة والتوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح مع بشاير 12 دقيقة 13 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم تهانينا لخليفة بن سلطان بن رشيد اللي وصلت مع المركز الثاني الشاهينية التابعة لهجن العاصفة 12 دقيقة 16 ثانية أربع أجزاء من الثانية تهانينا لهجن العاصفة تهانينا الغياث الهلالي ومع المركز الثالث تأتي أيضا الشاهينية بشعار هجن العاصفة بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 19 ثانية جزئين من الثانية تهانينا الهجن العاصفة والتهاني موصولة للمضمر غياث الهلالي.